فلما ما لقينا قطع بالطياره قررت اطلع من بلد لبلد عن طريق الجبل. طلعت بالسياره هيك احلك اياها شوفر 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 ماشي 200 ما بخاف انا شوف اجاني كوع قوي لفيته هيك قدحت طالت السياره قلبت قلبتين ونزلت مثل ما هي تخيلي ولا خدش لا فيني ولا بالسياره شفت هيك انا حطيت اول ضليتي ماشي سبحان الله اللي له عمر ابتكت له الشدي يعني سيارته لفت لفتين وقلبت قلبتين وما انخمشش لا هو ولا هي ابي كان ماشي تفركش وقع مات الله يرحمه سبحان الله يا عمي سبحان الله تفضلي تفضل خيي برايفت نمبر معناته اخيار الو الو لك اهلين ابو الفوز طمني عنك شلونك الامير كيفه منيح كثير الامير بيسلم عليكم وبيدعو بسلامتك كيف امك الحمد لله منيحه اليوم عملت لي كبسه ها دير بالك عليها كثير وعلى الكبسه على امك لا يا فواز لا هذا حكي بينحكى لك كل يوم روح لعندها انا وليكني هلا رايح لعندها طمني اخي فواز انت شلونك وكيفه الامير الامير يسلم عليك بل اسمها بشرفها ايه هلا التو طلعت من مخدع الامير جواري وخدم وحشم شغله يا تميم يا ريت اكون يا الله يعطي العافيه لك دخلك ما انك جاي لعنا لهون يا ريت يا تميم بس هذا الامير ما يتركني ولا لحظه يعني كله الا فواز ضل دابق يعني فيه الا اذا هو يعني نزل معي بقى لك ايه هادو قصدي يعني انه جيبه معك لهون زيارة يعني اهلا وسهلا عم حاول اقنعه انه ينزل معي لا تنسى تروح عند امك لا لا ولا يهمك اخي يلا رايح انت لا يلا اتكل على الله يلا مع السلامة هذا اخي فواز بيشتغل بالامارات عند الامير هيك ويا بحبه على صرف عمله المهم وين كنا؟ لفيت لك لعنده هيك وسلخته بوكس عميته عمي بالله شربي بردان